من وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم مشوارنا على لوتور نعم بأهدم. الانترنس لعنده كتير حلوة واللوبي كمان واسع كتير وبتطلع على المنظر يلي عم نشوفه هلا. في فارييتي بالأوض، بين أوض عادية بقلب الأوتيل أو شاليات ببلشوا من شخصين، حتى في شاليات كمان أكبر. هيدا الشاليه اللي نحنا كنا نازلين فيها، يلي فيها أوضة نوم مع وان صوفا باد، تويلت فيه كل الأمينيتيز، وكمان في بقلبه كيتشنات وأوضة قعدة كتير حلوة ومريحة. وأهم شيء الشوميني للقعدات الشتوية على هيدا الفيو الحلو. وما فينا ننسى البالكوني كمان يلي بترافق مع هيدا الأوضة. أما الريستورانت يلي عندن فكمان في اندور وفي اوتدور سبيس، وحاليا بيلي بويز هو مستلم كل الفود اند بافرج بهيدا الأوتيل. الأكل كان كتير طيب وحبيت الساندويتش والوينجز أكتر من السلاد. وفي أطيب من فنجان القهوة الصبح مع هيدا الفيو الحلو. ويلا لعرفكن على البيسين. البيسين هي أولمبيك وفيها هول الكابانز الحلوين، كمان فيكن تستأجرون بس $10 الوحدة. الفيو الكتير حلو يلي بيطل على البيسين بخليكن تكونوا عم تعملوا تانينج أو حتى تتسبحوا انتو هيك مرتاحين نفسيا إذا بدكن. الشازلونج كتير كتار وحتى في عندهم أريا خصوصي للولاد لحتى يلعبوا ويتسلوا فيها بالوقت اللي انتو كمان بتكونوا مبسوطين بنهاركن. أما بالنسبة للترويقة، لأنه نحنا كنا سهرانين وتأخرنا بالوعي ما لحقناها من الأول، بس بدي أقلكن أنه الأشياء اللي كانت موجودة كانوا سوبر طيبين، من الجبنة لللبنة الخبز وحتى البيض وغيرهم كتير قصص. والفواكه والحلو كلهم كانوا كتير طيبين. ومن بعد هيك ترويقة يلا ننزل على البيسين ونقضي جورني سوا عليها. أطيب شي كاس الروزيه المسقعة مع هالطقس الكتير حلو. ورجعنا تغدينا عند بيلي بويز، ولأنه الوينجز كانوا سوبر طيبين رجعنا طلبناهن من جديد. وهيدا البرجر it was my favorite، كتير طيبة وكتير جوسي. وفي أكيد ميل للأشخاص اللي بيحبوا الأشياء الهيلثي أكتر مثل الجريل تشيكن. أكيد بنصحكم تطلعوا على لوتورنا لأنه الإكسبيرينس تحلو.